مساء الخير. سعادة الباشا. وليد محفوظ شاليه كام؟ شاليه 7 أول صف على البحر. رقم 7 هو باشا. وليد بيه استاذ وليد اكسر الباب حسام اكسر الباب وليد بيه وليد بيه وليد بيه الموبايل ضغط أكتر من 20 مرة. كل نفس ذائقة الموت لا حول ولا قوة إلا بالله. اطلع فتحي. ينفع كده يا متر اكلمك 50 مرة وما تردش عليا؟ ما انا قايل لك يا مدام عندي اجتماع مهم ومش هقدر ارد. طب المهم عملت ايه؟ نام يا مدام واطمني. اطمني على الاخر، القضية في جيبنا ان شاء الله. بجد؟ ايوه. معلش انا لازم اقفل دلوقتي. سلام. مئة في المئة يا باشا ده انتحار. مستحيل. مستحيل ليه يا باشا؟ المسدس اللي في ايده والطلقه اللي في راسه بيأكدوا ان هو اتضرب من مسافه قريبه، يعني ضرب نفسه بالنار. تجديد ولا ايه؟ اللي عايز ينتحر بيضرب نفسه طلقه مش طلقتين. هو صحيح اتضرب من مسافه قريبه بس بعد كده القاتل حط له المسدس في ايده عشان يوهمنا انه انتحار. بص انا شغال على القضيه دي بقالي فتره طويله جدا وعارف انا بقول لك ايه. دي جريمه قتل. الادله الجنائيه فين يا ابني؟ في الطريق يا باشا. دي ارقام العربيات اللي دخلت القريه النهارده يا باشا. لازم حد من عندنا يروح يبلغ مراته ويستحسن عربيه من بتوعنا هي اللي تجيبها في الظروف دي. حسام هات لي ملفات العربيات دي واصحابها هيكونوا قدامي بكره الصبح. تمام يا فندم. صباح الخير. صباح النور. رجعت امتى امبارح؟ متاخر. ده لازم متأخر قوي لأن قلقت ودخلت أشقر عليك في أوضتك لقيتك لسه مرجعتش. عملت إيه امبارح؟ الليلة كانت عاملة إزاي؟ يعني هنكون عملنا إيه؟ زي كل مرة أم جمال وزعنا ورص وقعدنا نذكر الله ونقرأ قرآن على الروح المرحوم. الله يرحمك يا جمال، كان زمان عمره دلوقتي 36 سنة.
كأنه كان امبارح يا حاج. يا ما دعيت ربنا انه يرزقنا بواحد غيره، بس ظهر ربنا كان غضبان عليا. لا غضبان عليا انا، وبعد هالك ام جمال احنا اللي نعينه نزيده. قلت لك 100 مره دي اراده ربنا ولا رد لقضاء الله. كان نفسي ربنا ياخد مننا كل حاجه بس يخلوه لنا. انت هتتشرطي، وبعدين حتما ربنا عارف ان 2 درباله هيقلبوا الكون ده خرابه، عشان كده خد واحد. احمد ربك بقى على التاني. انت بتهزر يا سليم، ده بدل يا اخويا ما توسيني. صخرة العظيم يا رب. الحمد لله. ايه مش هكمل فطارك؟ لا كده حلو قوي، يا دوبك البس وروح المكتب على طول عشان احط التصات الاخيره على القضيه. كلي كلي. البيئة في حياتك يا مدام انجي، معلش المنظر جوه صعب شوية، عايزكوا تهدوا. أنا بعتذر يا مدام انجي، بس أنا محتاج أسأل عليك شوية أسئلة. يا باشا هو ده وقته برضه؟ لا مش وقته، بس التأخير برضه مش في صالحنا، معلش. بس أذن حضرتك تسيبني مع مدام إنجي شوية. مدام إنجي عايزك تجاوبيني على شوية أسئلة، بآه أو لأ. هو الأستاذ وليد كان عنده مسدس. طيب هو كلمك وقال لك هو فين؟ طب في حد كلمك قال لك هو فين؟ اتخانقتوا ليه في التليفون امبارح؟ حضرتك بتتهمني بحاجة؟ لا خالص، بس أنا في حاجة في دماغي كده عايز أتأكد منها. خناقة عادية زي أي 2 متجوزين. أنا بقى اللي عايز أسأل حضرتك سؤال، إزاي حضرتك تبقى عارف إن حياته في خطر وما تعينلوش حراسة؟ مدام إنجي أنا عن إذنك أنا داخلة اتولدت. مدام انجي انتي كويسة؟ تحبي اجيب لك حاجة تشربيها؟ متشكرة. احنا قدامنا كتير، نص ساعة تقريبا عشان لسه عندنا سفر. طيب ما تريحوا هنا شوية وبعدين تمشوا على الظهر. مش هقدر ادخل الشاليه ده تاني. مدام انجي دي المتعلقات اللي لقيناها مع المرحوم وليد، من فضلك انا عايزك تبص عليها كويس لو لقيتي فيها حاجه ناقصه او حاجه ما شفتيهاش قبل كده. الموبايل ده عارف انا اللي مديهوله،
متهيألي في حاجة ناقصة بس مش قادرة افتكر ايه هي. تحب حضرتك تبص عليهم تاني؟ لا انا بصيت، لو افتكرت حاجة هبقى اكلم حضرتك اقول لك. حضرتك ما قلتليش انت عرفتي مكانه ازاي؟ كلمته على تليفون الشاليه ورد. اقدر اعرف ايه كان سبب الخناقة؟ مدام انجي، اوعدك اللي هيتقال بينا دلوقتي مفيش مخلوق تاني هيعرفه. انا متهيألي اني عارف السبب. طب وبتسأل ليه؟ كنت عايز اتأكد. حضرتك ممكن تروحي دلوقتي ويبقى لينا قعدة تانية تكوني هديتي شوية. يلا يا بابا. مدام انجي وليدي اتقتل وانا عارف مين اللي ليه مصلحة في كده، وصدقيني انا مش حسين. خير يا باشا؟ في واحد عندك اسمه يوسف عبد الرحيم فرج؟ ما تنطى، انت هتفكرني طول اليوم؟ عدم المؤاخذة، في واحد في التالت تاني اوضة على شمال السلم. هو فوق دلوقتي؟ تحب اطلع معاكم؟ لا خليك هنا، تعال ورايا. مين؟ افتح الباب. سلم نفسك يا يوسف. مين؟ أنا يوسف. أنا ياسين يا يوسف. ايه ياسين، لا مؤاخذة يا استاذ يوسف، توشنا عليك بقالك يومين لا حس ولا خبر. معلش يا عم حسن، كنت نايم. ده بتاع النهارده؟ ايوه. خلاص ما تخلصوا بقى نزلوا لي تحت. ماشي يا عم حسن، متشكرين قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش تعبناك. مالك يا يوسف؟ في ايه؟ قافع نفسك بقالك كام يوم؟ ما بتردش على المحمود بتاعك؟ امال منظرك مبهدل كده ليه؟ في ايه؟ من ساعة ما جبت لك الهبابة دي وانا حاسس ان في حاجة غلط هتحصل. يا ياسين، انت جاي تقطمني؟ اقطمك؟ انا خايف عليك يا يوسف. طب بقول لك ايه؟ ما تقوم كده ننزل ناكل لنا لقمتين ونقعد على اي قهوة ندردش مع بعض. لا لا مش قادر. انا هكمل نوم. ما انت نايم بقالك يومين يا ابني. في ايه يا ياسين؟ تعبان يا اخي وعايز انام، جسمي مكسر. خلاص بشوقك. طيب بعدي عليك بالليل لو ما يزعلكش يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قال لي يا حبيبتي هنعدي عليكي بالليل أنا وحنا. بقى لله يا انجي. بقى لله وحده. أنا مش عايزك تحملي هم الشغل خالص، خدي راحتك، أنا ظبطت لك أجازات. شكرا يا محمود. بقى لله يا مدام انجي. أوعدك أنا مش هسيب اللي عمله كده. بقى لله. يلا خميس والعرض يا كبير ما تنعيش هم حاجة بكرة اللي عمال تعلم عليه قدام الخالية دي كلها فاهمك في السكة يلا انت عرفت مكاني منين؟ مصر كلها شارع ومدانة سعاد طب اخبار شغلك ايه؟ البلد ما عادش فيها شغل وبعد ما عمر باشا اختفى الواحد ما بقاش له ظهر الناس بقت تخاف تشغل سوابق ومفيش اخبار عن عمر باشا وانا شعرفت غريب الحوار ده بالحق ابوكي تعبان قوي بس ما تقولش ابوي ده حي الله جوز امي جوز امك في مام ابوكي مش ربكوا صرف عليكي مين ده اللي صرف عليا ان شاء الله ما انا اللي كنت بصرف عليكوا انت نسيت ولا ايه ما يبقاش قلبك اسود امه ايه ده كبر الواد علاء بسم الله ما شاء الله تعالى ادي علاء بوس اسمه هيثم هيثم من علاء مش فارقه كتير اصل يا مرعي وقول لي انت عايز ايه انا مش جايش منك بس احنا لينا حق عليك وانت بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا كرمك بالوسع وشاف الظروف طب استنى ماشي خد دول ايه دول 500 جنيه 500 جنيه انا عايز 10 بواكي وايه اللي هقطعك كدي ودني فاهمه
هبحولك يا سعاد. اغسل الشيطان، اغسل الشيطان يا مرح. على النبي اذبحه. والله بسم الوجه، سر الوجه يا مرح. مش هسيبه. انا غاضب. اوعي. ابوس ايدك، ابوس ايدك. اوعي. اغسل الشيطان. ده انا الشيطان. مين الأستاذ يا سارة؟ ده مرعي أخويا يا معلم. أخوكي؟ يعني مش نفس القطعية؟ لا أخوات، بس مش شوى. شوى؟ خلاص يا مرح، روح أنت وأنا هبقى أجي أزور الحج وأجيب معايا العلاج. ماشي، ألف مبروك يا معلم. صلاة خميس. كان عاوز ليه واد يا سعاد؟ كان عاوز يموت لي. موتك؟ ده لا عاش ولا كان اللي يقرب لك وانا موجود يا هيثم يا حبيبي. محدش يقدر يقرب لك يا حبيبي. امسك. بس الاتفاق كان 500 وعليهم بوسه. بوسه؟ ادي بوسه خميس. بس انا عايز بوسه المعلم. لا دي تدخلك القبر يا حليت. يلا ما تخافش يا حبيبي. جرأة يا هيثم، تخليك راجل امال. ها سعاد، فكرتي؟ لسه. لا الحكاية ما فيهاش لسه. الشقة دي ممكن تتأجر في أي وقت. أنا عايز رد وقتي حالا. موافقة. نعم. اسمعها تاني. موافقة. عين العقل يا بنت الناس. خميس، هات المحامي عشان نمضي العقد. بعد ما نمضي العقد يا سعاد، عندي ليك مفاجأة جبارة جبارة جبارة. هيثم، ولا هيثم، ما تخليك راجل بار. ازيك يا استاذ ضحى؟ ازي الصحة يا باشا؟ دولار ولا مصري؟ هما كم مصري؟ 31,370. بس لو عايز رأيي، الدولار شوية حلو اليومين دول، اصبر عليه شوية هيعلى كمان. خلاص ماشي. اوكي؟ اللي تشوف. ماشي. يوسف، مش مصدقة مرتين في أسبوع واحد؟ ازيك يا أمل؟ كان عندي إحساس إني هشوفك تاني. سبتها قريب؟ إيه مين دي؟ مراتك. حد عرفه؟ طب مش عارفك أصلا إن أنا متجوز يعني. مكان الدبلة باين في صباعك. وبعدين دقنك اللي أنت سايبها دي مش محتاجة ذكاء يعني. متجوزين لازم دقنهم تبقى طويلة. مساء النور، إزيك؟ ميرسي. لسه قهوتك من غير سكر؟ ايوه. ما تغيرتش لسه، بتحط 4 معالق. يوسف، انا عارفه ان كلامي ده متاخر قوي، بس انا بجد اسفه. بص، انا لما شفتك كنت حاسس ان احنا لو قعدنا هنفتح في القديم، فعشان كده كنت متردد. مش
مش عارف ايه اللي خلاني وافق. يمكن فضول. المهم انت عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله عايشه. طب الحمد لله. انت عارفه ان انا حاولت اكلمك قبل ما تتخض. كان نفسي اعرف ساعتها انت بعدتي ليه؟ فكرت في مليون سبب. قلت يمكن تكوني حاسه ان انت مستواكي اعلى من مستواي. او تكون ريحتي وحشه بس. انت عارفه؟ انا لو كنت شفتك ساعتها كنت قتلتك. كان عندي اسئله كتيره ملهاش اجابات. بس مع الوقت كانوا بيقلوا. لغايه لما ما بقتش فارقه معايا. في كل اللي كنت فاكره ان كان فيه. بس خلص. شفتي بقى؟ خليتيني اعمل اللي انا كنت خايف منه، انا اللي فتحت في القديم. يوسف انت ابن حلال. من جواك ابيض قوي. والف واحده تتمنى تبقى معاك. صدقني هي ما تستهلكش. انا صحيح ما اعرفهاش بس انا عارفاك كويس. يوسف اللي انت عارفاه ده اتغير خلاص يا عم. ما تقولش كده. ايوه اوكي طلع على طول. انا لازم امشي معلش جوزي بره. انا عزمك. لا من امتى يعني؟ هي دي الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش فيا. مستحيل حد يحاسب لي. هشوفك تاني؟ ان شاء الله. اهلا 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 بسيد المعلمين. اهلا اهلا ابو مايك. مساء الخير يا فندم. انا بقى ابو مايكل عاوزك تظبط لي المحل وصاحب المحل ومايكل تحت امرك. تعيش الاربع. شوف طلباتها وبعدين بقى تعالى ظبطنا انا. عينيا. اهلا اهلا بسيد الكل. شكرا. يا ترى في حاجة عجبتك؟ عايزة أشوف ده. عينيا. مين؟ يوه مين يا؟ زكا متر. الخير يا متر. ترد على الكبير يا عم انت. يا عم بالراحة ده خميس يفرفر في ايدك كل حاجة. اركب. انا مش هطول عليك. انا عاوز اتجوز سعاد وصاحبك متربس دماغه قوي. واكيد انت دارب موضوع عمر ال ايوه عمر ال عمر الجن بقى عمر العفريت عمر المختار عمر اللي ملوش عمر. مهم الداخليه شايفه ايه؟ على فكره صاحبك ده انا ممكن ادخله اللومان بعد خمس دقايق واطلعه من اللومان على القبر. لكن انا راجل بتاع سياسه وانت ولا مؤاخذه بتاع قانون وانا ما احبش اخش حرب ابدا من غير ما سياسه وانا ما سياسه. صاحبك ما ياخدش معايا خلوه. والمطلوب؟ يطلق بكره بالكتير ويشوف ابنه جمعه وسبت
نفتح مع بعضينا صفحة جديدة. ماشي ماشي ماشي. متسرع قوي كده ليه؟ مش تسأله الأول مش صاحبك ده؟ لا لا يا كبير، أنا أنا ويوسف واحد يعني. واحد واحد. اتفقنا. تنسى. سيب يوسف في السهولة ده كبير. انت عارف ان البرنس كده برضه خلص. انتوا شغالين فين؟ مكتب سليم درباني. لا 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 لا، انا عايزكم تفوقوا وتصحصحوا وتركزوا معايا قوي. اللي هتتعلموه هنا مش هتتعلموه في اي حتة تانية، واللي اتعلمتوه طول حياتكم في شغلكم كوم، والقضية دي كوم تاني خالص. امبارح في واحد طلع في التلفزيون بيقول سليم دربالة هو اللي قتل شاهد الإسبان، ومستشفى علي الجندي تعتبر أكبر مركز في الشرق الأوسط لتجارة الأعضاء. طب إيه دليلك يا عم الحاج؟ إيه دليلك؟ مفيش، لكن الناس بتصدق والزن على الودان. أمر من السحر يا ريس. ما ترفع دعوة سب وقصف يا ريس. وهكسبها بكل بساطة. بس في الآخر كام واحد شافوا البرنامج قصاد كام واحد عرف وقرا حيثيات الحكم؟ الفرق شاسع قوي. شوفوا، انا مش هخبي عليكم، اي محامي نص لبه بعد موت وليد محفوظ يقدر يطلع معالي الوزير براءه. بس مش دي المشكله، المشكله ان احنا موقفنا ضعيف اعلاميا، واللي معاه الاعلام اليومين دول هو اللي كسبان. عشان كده قضيتنا الحقيقيه ان احنا نرجع علي الجندي بطل من تاني في عيون الناس، مش كده وبس، ونقنعهم كمان انه كان مظلوم، وانه اخر الرجال المحترمين اللي خدموا البلد دي بقلب وبجد. مستشفى الجندي فيها قسم خاص لسرطان الأطفال، والنغمة بتاعت سرطان الأطفال بتقول قوي مع الناس دلوقتي. أنا عايز حد فيكم يجيب لي صور الأطفال اللي اتعالجوا في مستشفى الجندي من مرض السرطان قبل العلاج وبعد العلاج، وتقرير صغير كده لكل طفل في سطرين ثلاثة، وعايز كمان إحصائية صغيرة عن عدد مرضى السرطان في البلد وتأثير ده على الاقتصاد المصري. أنا عايز كمان حد فيكو يروح المشرحة ويجيب لي كل المعلومات، كل الحاجات عن موت وليد محفوظ. خدوا بالكم بقى من حاجة مهمة قوي، لازم نركز قوي على إن وليد انتحر، على إن وليد إيه؟ انتحر، وإنه كان هيتسبب في سجن واحد بريء، وجايز يكون ده هو سبب انتحاره، الإحساس بالذنب، ونسيب مخ القاضي يسرح. بس تقرير الطب الشرعي لسه ما أكدش إنها حالة انتحار يا ريس. جرايع صار، أنت أول مرة تشتغل معايا ولا إيه؟ أنا عايز أنبهكوا لحاجة مهمة أوي، لو كان القاضي بياخد بالورق اللي قدامه بس، ما كانش ربنا خلق المحامي، مش كده ولا إيه؟ القاضي ده بشر. بشر زينا، يعني متجوز وعنده عيال وعنده مشاكل لا تعد ولا تحصى، وبيتأثر كمان بالإعلام. هو صحيح بيحاول يكون محايد، لكن في النهاية بشر. تيفا، ظبط لي توك شو كده في ظرف يومين، عايز أمهد الجو للمرافقة. حاضر يا ريس. عايزكم تظبطوا مع تيفا وتقسموا الشغل بينكم، وعايز كل المعلومات والحاجات اللي أنا طلبتها تكون موجودة هنا على مكتبي قبل صلاة الظهر، مفهوم؟ يلا اتفضل. تيفا، أمال فين ياسين؟ ما جاش ليه لغاية دلوقتي؟ علم علمك يا ريس، هو حد بقى ليه كلمة عليه دلوقتي؟ يا باي عليك، وبعدها لك مش وقت نفسنا يا تيفا، اطلبه، شوفوا لي فين وخليه يجيني حالا. حاضر.
الله. صحيح هتيفة، احنا لينا مين في الطب الشرعي دلوقتي؟ واحد جديد اسمه توفيق فتلة. فتلة؟ اول مرة اسمع عنه. اسمه كده توفيق فتلة؟ عايز منه ايه يا ريس؟ هقولك مغزم عليك، معلش اتأخرت. مش هنقفل البدلة يا باشا؟ تيفا سيبنا دلوقتي وهبعت لك كمان شوية. بدل حكاية معاك، حكاية. مامي مامي صباح الخير يا قلبي. مامي وفين بابي؟ بابي راح عند ربنا. ليه؟ عشان ربنا بيحبه. طب ممكن نروح له؟ كلنا لما هنكبر هنروح له. يلا بقى عشان ما تأخرش على جدته. يلا جدته ما راحتش عند ربنا، مش هي أكبر من بابي؟ صباح الخير يا مدام انجي. صباح النور يا فندم. انا افتكرت حاجه حضرتك. اللي هي ايه؟ الايباد بتاع وليد ما كانش موجود، وعلى فكره هو ما كانش بيتحرك من غيره.